هلو ايفريون، خلينا نتكلم ونبتدي مع بعض الليتريتشر بيست ايبسودز بتاعتنا. النهارده ايبسود 15. يمكن هنتكلم النهارده عن موضوع ريليتد للامبلانت بروثاتكس، وكان حد سالنا كده هل ينفع ان احنا نعمل كونكشن بين امبلانت وناتشرال توث، فقلنا ان احنا هندسكاس حاجه زي كده وهنتكلم عليها. يمكن النهارده هنتكلم مني على كونكتنج الامبلانت تو ذا ناتشرال توث. خلينا نبتدي كده ونقول ان الموضوع هنا بينقسم لثري سكولز. عندنا في سكول بتقول ان الامبلانت should not be connected to the natural tooth، وفي ناس بتقول ان انا ممكن اعمل كونكشن بس يكون الكونكشن ده ريجيد، وفي ناس بتقول ان ممكن نعمل نون ريجيد كونكشن بين الامبلانت والناتشرال tooth. هنتكلم على الثري تايبس ونشوف ايه هما الايديال او الموست بريدكتبل سكولز. عشان نفهم حاجه زي كده خلينا ندي بس جزء البايوميكانكس بسيط كده. انا عارف الناس ممكن تبقى يعني تستثقل حاجه زي كده، بس يعني حاجه بسيطه في البايوميكانكس بين امبلانت و ديفينتلي الامبلانت. زي ما احنا عارفين هو ماسك في بون، ناتشرال توث هو ماسكه في بيريونتال ليجمنت. كومياما ايتال بدا يتكلم في القصه دي وقال ان الناتشرال توث نتيجه الاتاتشمنت للبيريونتال ليجمنت فيها موفمنت بتتراوح من 150 ل 200 against the implant اللي ماسك فيه البون، الموفمنت بتاعته بتقل من 17 to 60 او 66 مايكرون، وقال دي نتيجه الديفورميشن اوف ذا بون. فانا عندي في ديفرنت في الديبريسابيلتي او الموفمنت. ريتشارد ايتال بدا يتكلم مش اماونت اوف موفمنت، بدا يتكلم في الباترن اوف موفمنت. قال ان الناتشرال عندها تو تايبس من موفمنت، انيشال رابيد موفمنت نتيجه الريزيلينس في البيلونتال ليجمنت والالاستيستي، وقال في فولد باي another linear movement. لكن الامبلانت mainly هو في one type of movement بيليك موضوع ال rapid movement initial، لكن هو عنده one linear movement. فقال ليل بدأ لو في forces up to 20 newton الامبلانت هيحصل له intrusion by من 5 to 2 micron، لكن الناتشرال توث هيحصل لها intrusion more up to 50 micron. فدي حاجة بسيطة كده نفرق ايه او نوضح ايه فرق بين الديبريسابيلتي او الموفمنت بين ناتشرال توث. فنتيجه ديفرنت موفمنت اللي موجوده بين الامبلانت والناتشرال توث نتيجه الاتاتشمنت ميكانيزم المختلفه، فالناس بدات تقول ان كونكتنج الامبلانت والناتشرال توث ليه ديفرنت ادفيرس افكت. منهم براكر ايتال بدا يقول ان في عندي ادفيرس افكت بتحصل على الناتشرال وادفيرس افكت بتحصل على الامبلانت. نتيجه الانتروجن او نتيجه الكونكشن ده الناتشرال توث هتسفر فروم انتروسيف موفمنت، يبقى في فلكسبيليتي للبروثيسز اللي موجود نتيجه الديفرنت موفمنت، فممكن يحصل ديسيمنتيشن وكارز وبيلونتال ديزيز في الناتشرال توث. الامبلانت عشان بيليك موضوع الموفمنت دي والديبريسبيليتي الناتشرال توث يحصل اوفرلودنج على الامبلانت، وده ممكن يعني البيشنت يسفر من سكرو لوزنج، ممكن يحصل امبلانت ابوتمنت فراكتشر والمور كاتاستروفيك. وقال ان دي حاجه تبقى فيري ديستركتيف اللي هو الامبلانت نفسه فراكتشر ولوس اوف انتجريشن. فالناس هنا السكول المتبعه اللي هي دو نوت كونكت الامبلانت وذا ناتشرال توث نتيجه القصه دي. لكن في بعض الحالات بنضطر ان احنا نعمل فيها كونكشن، مثلا عندنا لاست مولر وكان ساوند وكان عندك ساينس ابروكسيميشن او نيرف ابروكسيميشن، وانت يعني مش هتعمل اكستراكشن لللاست مولر دوت، وهتحتاج ان انت تعمل امبلانت في الانتيريور توث والبوستيريور توث تبقى تفضل زي ما هي ساوند. فهنا هنحتاج ان احنا نعمل كونكشن. سام كيسز بنضطر ان احنا نعمل فيها كونكشن، وتعالى نشوف مع بعض ازاي نعمل الكونكشن ده ونعوض الديفرنت موفمنت. وده هو الكور سام سورت اوف ريزيليانت كومبوننت وذين ذا ريستريشن بتوين الامبلانت ابارتمنت والسوبرا ستراكشر. ريزيليانت كومبوننت بحيث ان هي تعوض فرق الديفرنت موفمنت دي وكانها تسيميليت بيرونتال ليجمنت اوف ذا ناتشرال توث. بس بدا يقول ان في ميجر درو باك بتحصل في حاجه زي كده، ان هو بيحصل فاتيج ويحصل فراكتشر وبيحصل وير في الريزينت موفمنت او الانتر موبايل اليمنتس اللي موجوده. فقال ان دي حاجه مش بريدكتبل قوي. لكن نيتن ايتال وغيره قبليه كتير. نيتن ايتال يمكن دي موست ريسنت بيبر ببلشد في 2018، وقال انا ممكن احط نون ريجيد كونكشن بحيث ان انا اعوض الديبريسابيلتي والديفرنت موفمنت اللي موجوده في الناتشرال والامبلانت، نعمل نون ريجيد كونكشن بين ناتشرال توث والامبلانت. لكن كل القصه كلها النون ريجيد كونكشن ده شكله عامل ازاي، وهنحط البليس هل نحطه في الامبلانت سايد ولا في الابارتمنت الناتشرال توث سايد، ولا نحطه فين بالظبط. فقال عندك 3 باترن تعالوا نشوف كل واحد
كميزه وعيوب ان انت تحط النون ريجيد كونكشن. زي ما قلنا ان نيتن إتال بدا يقول ان انا ممكن اعمل نون ريجيد كونكشن تو بروتيسز، يا اما احطه على امبلانت سايد او ناتشرال توث سايد. فتعال نشوف كده ايه مزايا وعيوب كل مكان. فبيسن إتال، بيسن إتال بدا يقول لو حطينا نون ريجيد كونكتور ان فورم اوف كي كي واي، وطبعا دلوقتي بتتعمل بالميلينج تكنولوجي، كانت بتتعمل بالكاستنج، دلوقتي بتتعمل بالميلينج تكنولوجي، لو حطيناها على التوث سايد ايه اللي ممكن يحصل؟ بدا يقول ان لو حطينا نون ريجيد كونكتور في الناتشرال توث سايد هيحصل سام سورت اوف انتروجن، وهيبقى البروثيسز اكت از لايك ا كانتليفر، لان هنا الامبلانت وحاجه ريجيد فيكسد، والناتشرال توث بالنون ريجيد كونكشن فيها موبيليتي، فباي تايم هيحصل انتروجن. وبدا يقول ان الانتروجن ده التوث ستراكشر مش هيحصل لها ري او ريتيرن باك تو الايديال اوريجينال بوزيشن، نتيجه الكي والكي واي، ويحصل مايكرو جامي للدبري. فقلل ان اوحش مكان ان انت تحط النون ريجيد كونكتور ناحيه التوث ناتشرال توث سايد. تشي إتال قال انا ممكن اعمل نون ريجيد كونكشن ان فورم اوف سبون شيبد ريست سيت بريباريشن في الكراون على الامبلانت، وفي ريست ارم او في زي ارم اكستندنج من البونتك، زي مع البارشل دانشر اللي هو سبون شيبد ريست سيت وارم من البونتك. قال ان مفيش اي significant او الموضوع الستريس ديستريبيوشن ما بقاش في ديفرنت سيجنيفيكانس ما بينه وما بين النون ريجيد ناحيه الناتشرال توث. فبرضه ده مش بوزيشن كويس، لكن كل الناس بتتكلم ومنهم كوشا ايتال وبيهيلي ايتال بداوا يقولوا ان احسن مكان للنون ريجيد كونكتور عشان تكونكت في الحالات اللي قلنا عليها الناتشرال توث وده امبلانت، احسن مكان هيبقى ناحيه الامبلانت سايد، هو تحط الكي والكي واي او النون ريجيد كونكتور ناحيه الامبلانت سايد. وبداوا يقولوا ان البوزيشن ده بيحمي الاباط الامبلانت من التوركينج اكشن، بيعمل بروبر ستريس ديستريبيوشن بين الناتشرال توث والامبلانت. وكوشا مينلي بدا يتكلم ان عندي فاكتورز اوف سكسس لوبوزنج اوكلوجن، كل ما يكون الاوبوزنج اوكلوجن كومبليت دانشر بارشال دانشر فورس بقى اقل، الريزيلينس اوف ذا ماتيريال اوف ذا بروثيسز برضه هتساعد معاك في قصه توزيع الفورسز. ف هيبقى افضل مكان هنا لو هنعمل كونكشن في الحالات اللي احنا قلنا عليها هيبقى مينلي توورد الامبلانت سايد. هنسيبكم، هو الموضوع كان تقيل شويه، هنسيبكم مع كونكلوجن لحاجه زي كده، وعشان اكونكلود ونقول ان توتالي الامبلانت سبورت بروثيسز هو ده اللاين اوف تشويس، ده احسن حل. لكن ان انت في بعض الحالات الضئيله اللي هتعمل كونكشن بين الامبلانت والناتشرال توث هاب جو ثرو نون ريجيد كونكتور وتوورد الامبلانت سايد فورم اوف كي وكي كي اوف سكسس زي ما قلنا على الاوبوزنج اوكلوجن والماتيريال ريزيلينس. هسيبكم مع دياجرامز بتوضح اماكن النون ريجيد كونكتورز والريفرنسز، ونشوفكم ان شاء الله في الابيسود الجايه في الليترشر بيزد كلينيكال دنتستري.